عبر الهاتف من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ كادار بيري. سيد كادار، أهلا وسهلا بك. كيف يتعامل الصحفيون أو المعنيون بشؤون الإعلام في تركيا في هذا الوضع الخانق؟ تحياتي لك ولمشاهديكم. الحقيقة الوضع في تركيا ليس فقط للإعلاميين والصحافة، وإنما في كافة المجالات التي تختلف مع نشاطات حزب العدالة والتنمية مع أخوان المسلمين، معرضون للاعتقال والاعتقال والإخفاء القسري. هناك فرق أيضا بين الاعتقال، وهناك حالات كثيرة من الإخفاء القسري الذين لا يعرف أين هم. آخر هؤلاء الضحايا شخصين من المناطق شمال شرق تركيا، وحيث تم رميهم من الطائرة بعد اعتقالهم. تم رميهم من طائرة هليكوبتر، وتبعنا بعد 6 أيام وجودهم في أحد المشافي. توفي أحدهم والآخر في وضع خطر جدا، ولكن تأكد بأنهم نفس الأشخاص. الحديث عن الصحفيين، تركيا وأردوغان تحديدا بدأ حملته ضد كل من يخالفه، كل الصحافة والإعلام المرئي والمقروء والمسموع في تركيا هو في خدمة حزب العدالة والتنمية أكفة، وفقط لخدمة أجندات أردوغان سواء داخليا أو خارجيا. فتصوروا قبل 6 أيام تم اعتقال 14 رؤساء بلديات أو من تبقوا من رؤساء البلديات. لا، على مستوى الصحافة أستاذ كادار، أنا أسأل حضرتك في ضوء هذا الوضع المصنف دوليا بأنه واحد من أسوأ أوضاع الصحفيين حول العالم، كيف يمارس الصحفيون والمعنيون بشأن الإعلام في تركيا دورهم أو عملهم إن لم يكونوا على هوى العدالة والتنمية؟ في الحقيقة هناك من يعمل بشكل متخفي، حيث يقوم بإعلام في وصول يعني ما يشاهدونه أو ما يصورونه وبثه للخارج أو تحت تسميات أخرى غير أسمائهم الحقيقية، لأن من يعمل في الصحافة وكأنه الآن في تركيا يتعامل مع المتفجرات. في أي لحظة ممكن أن تنفجر، في أي لحظة ممكن أن يتم اعتقالهم. الاعتقالات والزج في السجون في تركيا ليس بحاجة إلى تهمة، فقط هناك تهمتين جاهزتين للجميع. إن كان تركيا فهو يتعامل مع فتح الله جولان، وإن كان كرديا أو يساريا تركيا فهو يتعامل مع حزب العمال الكردستاني. هذه التهم الجاهزة للجميع سواء كانوا قضاة أو صحفيين أو في أي مجال آخر في تركيا، كل من يخالف أردوغان يتعرض. الآن لماذا هذا الصمت الدولي تجاه أردوغان وسياساته؟ لماذا هذا الخزي من العالم أجمع أمام ما يحصل؟ لماذا يذهب رؤساء جمعيات أوروبية للتعامل مع تركيا؟ تركيا تقوم برشوة الجميع، تركيا تقوم طبعا كما ذكرتم في تحديثكم الآن قبل قليل بأموال قطرية. الأموال القطرية تبيض الوجه التركي، دعني أسميها بالقذر، لأن من يقوم بقتل الناس. طيب، فقط مع وضع بعض التوصيفات بين قوسين، أستاذ كادار بيري المحلل السياسي من باريس، أشكرك شكرا جزيلا منضما إلينا عبر الهاتف.